تعتقد الآن القوى السياسية السنية تنتظر الحلبوسي لو ماضية باختيار البديل؟ والله احنا كما نرى يعني خاصة ثقل بالحضار كنائب رئيس البرلمان والجهات الأخرى اللي تعمل هي ماضية بتنصيب نائب بدل عن السيد الحلبوسي اللي يجي من بعده والسيد عيسى الساير، وماضية بإجراءات عقد جلسات لمجلس النواب، إضافة إلى مثل ما ذكر الأخ بأنه اليوم هناك اجتماع يخص تحالف السيادة، صح، راح تتمخض من عنده عدة نتائج، منها هل سيكون المرشح من تقدم أم من تحالفات أخرى، وهذا الموضوع طبعا كله يخضع اليوم للإطار التنسيق. نعم الإطار اليوم يمثل عدد كبير، يعني اليوم يحتاج 161 صوت حتى يصادق على من هو رئيس مجلس النواب العراقي للمرحلة المقبلة. نتكلم بصراحة، صح، طبعا أنا اليوم أنا يجب أن أكون صريح وأوضح للشارع العراقي ماذا سيدور وما دار وما ستكون هناك نتاجات عن هذا الاجتماع. طبعا اليوم الكل تنتظر مثل ما ذكرت، تنتظر ما هي ردود الفعل اللي هي تابعة للسيد الحلبوسي، خلينا نقول حزب تقدم. طيب بعد اليوم الاطمئنان من البعض بأن القضية باتت وماكو رجعة والمحكمة الاتحادية مضت بقرارات لا يمكن العودة إلها مرة ثانية، موضوع السيد رئيس البرلمان خلينا نقول انتهى نهائيا. هاي الساعات اللي والعداد دا يعد الآن عد تنازلي، والقناعة بدأت تتمخض لدى الكثير من النواب بأنه الموضوع نتكلم بصراحة، يعني سيكون هناك طبعا نتاجات أخرى، ستكون هناك اكو بديل؟ نعم سيكون طبعا هو اليوم السيد الحلبوسي نفسه اتكلم، انا اليوم والله لا يمكن ان ننكر دور السيد رئيس البرلمان في اعمار المحافظه، وله مواقف وطنيه وكثير انجازاته كثيره، ولكن اليوم الاخطاء هي من تقسم ظهر القشه التي قسمت ظهر البعير، هي اليوم الخطا اللي ارتكب بحق النائب ليث الدليمي، والمحكمة الاتحاديه اللي استندت قص الورقه ومن ثم تقديم ادله اخرى، هي اللي اثرت، يعني اليوم غلطة الشاطر بألف بس صارت على السيد الحلبوسي بتريليون. الله أكبر. والله ايه؟ يوم هو رئيس برلمان عراقي ناجح، هو كان من الممكن. بس ايش قصنا على أعداء أنا أريد أتكلم، أريد أعاتب الآن فرحة، اليوم أريد أعاتب نواب مو بس السيد الحلبوسي، عليهم عدم دفع السيد الحلبوسي إلى المرحلة أكثر من هاي المرحلة اليوم، مرحلة الصدام. نعم السياسي أو صراع داخل الكون، عليهم بأن يكونوا واقعيين، وأن اللي اليوم اللي لديه نصيحة بأن يقدمها تكون بمستوى عالي من المسؤولية، كون هو منتخب من قبل أبناء الشعب العراقي، اليوم النائب فعلا هو يصير انتخابات كمحافظات، ولكن تحت قبة البرلمان مثلهم كل أبناء الشعب العراقي، هم قرارات باتة، هم يشرعون القرارات اللي هي من شأنها بأن ترتقي بالمواطن العراقي. احنا إلى متى نبقى اليوم مؤمنين بقضية بأن أما هذا الشخص أو غيره؟ لا، اليوم نفس خطابات السيد الحلبوسي ومقتنع قناعة تامة بأن قرارات المحكمة الاتحادية هي لا رجعة فيها.